الأمومة مش سهلة أبداً أبداً. لأ كنت مفكرة إن أنا هجيب بيبي ألعب معاه وهشكه وأظبطه كده ومقوله نام ينام بقى، نام ينام خصوصاً النوم. ما هي اللي ما جربتش اللي أنا هقول عليه ده يبقى ما خلفتش، يبقى مش أم. لو انت ما جربتيش اللي انا هقوله ده يبقى انت ما كنتيش ام ولا هتبقي ام اصلا. سيليا يا جماعه، سيليا دي كائن بسيط قوي ورقيق قوي قوي. ادب سيليا، الاخلاق سيليا. امال ايه؟ عمري وانا بلعبها ما ترجع عليا، عمري وانا خارجه ولابسه ومتشيكه ما تقشط على هدومي وتخلي ريحتي زي الزفت، عمرها ما تعمل الكلام ده. لا يا جماعه، لا سيليا محترمه، يعني لابسه بامبرز جميل وعلى مقاسك ولابسه هدوم حلوه وبتاع. ليه ما تعملي حمام؟ ليه دايما يطلع فوق الهدوم؟ ليه مش جوه البامبرز بس؟ ليه دايما ينقع بره؟ مش فاهمه الموضوع، مش فاهمه بصراحه. اكيد برضو العيب مش فيها ولا في فرقها ولا 663 فرقه في الثانيه. لا لا يا جماعه، مش سيليا، العيب في شركه البامبرز اللي انا بستخدمه، اكيد مش فيها. عارفين سيليا بترجع عليا كم مرة في اليوم؟ عارفين بتغير كم غيار في اليوم؟ عارفين بتخليني أغير كم غيار في اليوم؟ الأمومة مش سهلة أبداً أبداً. لأ كنت مفكرة إن أنا هجيب بيبي ألعب معاه وهشكه وأظبطه كده ومقوله نام ينام بقى، نام ينام خصوصا النوم. نام يا سيليا، تقوم تنام على طول. اصحي يا سيليا، تصحي، نام بمواعيد وتصحى بمواعيد. بس الكلام ده زمان قبل ما انا اتجوز كنت فاكره كده. بس لا لا لا، ابسولوتلي هي اللي بتنيمني بمواعيد وبتصحيني بمواعيد، مش وقت ما انا احب انام انام، وقت ما احب اصحى اصحى وعلى كيفي وبمزاجي. مفيش سيليا في البيت في مواعيد بنام فيها، مش انا بس، انا وابوها. يعني ابوها الكام يوم اللي بينزل فيهم اجازه يا عيني شايلها على كتفه وما بينامش. الاسبوع خمس ايام اسبوع اللي بيقعدهم شايلها على كتفه وهي ما بتنامش. هي بتنيمنا بمواعيد الحياه فعلا وبتصحينا بمواعيد. إيه هو ده موضوع الفيديو اللي احنا هنتكلم عنه بكره او بعده بالكتير هينزل. كل معاناتي معاها خصوصا بقى الخرابيش بقى، تقصقصي كل ضوافرها ما تفهميش في ضفر بيطلع منين، تخربش بيه وشي وتخربش بيه وشها. اللي هو لازم تحسس اي حد او اي ضيف جاي ان انا كنت بعذبها. خرابيش في ركبها وخرابيش في وشها، غير ايه خرابيش انا شلوط كده جنب ودنها، ده برضو بيجيب من الاخر. تاكلي الضفر ده اخوه يطلع، تفهميش ازاي انت خلاص، لان ما بتثبتش بقى على القصافه، فاضطر اكل ضوافرها بتلطيش بالاقلام وشد من الشعر. بقى عندي 13 شعرايه بسبب سيليا. رعيت رعيت خالص، عندي 13 شعرايه، مش انا شعر انا بس، الحقيقه شعر اي حد بيشيلها، اي حد بيجي جنبها. إيه وجبتها المفضله؟ تعمل كده في شعره، تجيب كبشة شعر وتروح واكلاهم، هي دي وجبتها المفضله. تحب الشعر قوي، تحب رقم واحد الشعر، رقم اتنين اللبن، بس الشعر رقم واحد الحقيقة. فاللي ما عدتش بكل الحاجات دي تبقاش ام، لا تبقاش ام. هستنى منكم في الكومنتات لو في حد عنده لسه مواقف انا نسيتها او سهت عنها او ما صورتهاش، يبعتها لي في الكومنتات علشان نصور الموقف اللي انتوا هتقولوه ده. مجربتيش انت، ما جربتيش لا انك انت تبقي تستغني عن شنطه الخروج بتاعتك اللي حاطه فيها الماسكارا وقلم الروج، الموبايل بتاعك، الشاحن، الباور بانك، تستغني عن كل ده تحطي غيار لسيليا او لابنك او لبنتك، تحطي لها غيار عباره عن فانيلا. ده الغيار الواحد، ده فانيلا داخليه قطن، وبعدين بقى الفستان او الشورت والتيشيرت اللي هتلبسه والشوز، غير التوكه، لازم الشياكه طبعا، غير التوكه بتاعتها، اللوشن بتاعها والبامبرز بتاعها
والشامبو بتاعها لانها وارد وارد او ناف اي حته تعمل حمام والحمام يطلع على هدومها بره بتضطري تغيري لها وتضطري تحميها غير الفوطه غير الفوطه بتاعه القشط بتاعتها. خلافه بقى الوايبس والديتول اللي تعقملها والمناديل الناشفه والودانه. لا لا شنطه الخروج بتاعتي خلاص انا قطعت شنطه الخروج وما بقتش باخد شنطه الخروج. الموبايل بشمطه في اي حته، الفلوس يعني بحطه في جيب البنطلون بتاع سيليا. لا ما هي ما بدهاش، ما ينفعش تخرجي غير كده. اصلك تخيلي كده انت خلاص راحت مرجعه على هدومها بقت ريحتها وحشه، كلها يشيلك يقول لك انت ام مهمله وما تحاوليش تعالجي الموضوع ان انت ترشي لها برفيوم. لا لا نيفر، محدش يعمل كده. ما تحطيش برفيوم على ترجيع يا جماعه عشان بتخفي الريحه، انت كده بتجيتي الكحاليه بتعميها لان هي مش هتروح الريحه، الريحه هتفضل موجوده. لازم تاخد شاور في ساعتها. ساعتها دي بقى انت بقى عند قرايبك، عند قرايب جوزك، عند حماتك، في الشارع بره عندك مناسبه، ده كله لازم هيحصل، لازم تبقي ماشيه عامله حسابك. فعشان كده انت في شنطه دايما على ظهرك قد كده، لا هي قد كده تحطي فيها حوالي 10 15 بامبرز في حفاضات تغيري فيهم وكل اللي احنا حكينا عنه ده طبعا. وانت خارجه تقرطي قوي على الطرحه بتاعتك، تقرطي قوي على الطرحه بتاعتك، ما كان صغير بيهبش من هنا ويشد فشكلك هيبقى زي النيله لما تشدش الطرحه من على شعرك وتبين عندك 13 او 15 شعره لو انت ابنك يعني ما بيحبش الشعر قوي زي سيليا، فتقرطي على الطرحه بحيث ما يشدها لهم شكلك ما يبقاش وحش. بني قرعه شكلك هيبقى نيله. ابسط حقوقك بقى، اتكلم عن ابسط حقوقك. الاكل، الاكل ده طبيعي ان اي حد ياكل في الدنيا، يعني مش هقول لك 3 طقات يا ستي، لو عرفتي تنقري طقه في اليوم يبقى كده حلو قوي فل رضا، ما عدا ساعه الطقات، ما عدا الوجبات الرسميه بتاعه اليوم بتاعتي سيليا لازم تعيط فيها، والعياط اللي هو مش عادي، العياط اللي هو بزن اللي هو انت لازم تقومي تشيليني دلوقتي حالا. انما وهي بتاكل مثلا لو الببرونه جت يمين ولا جت شمال او مثلا بترضع وحصل اي حاجه وما كلتش، صوات وصريخ وهبش وضرب وتشنيج وحاجه منتهى قله الادب الحقيقه يا جماعه. الاكل فعلا انا حزينه قوي على نفسي، بتلاقي نفسك انت من يوم ما خلفتي لحد ما هي تبدا تكبر وتعتمد على نفسها كده بعد ما تتفطم ولا حاجه، بتلاقي ان انت استنى شوية بقى نكمل قصة الوجبات بعد الأذان. احنا كنا في ميعاد الوجبات، هي سمعت وجبات قالت أذن طبعا. في ميعاد الوجبات بقى لازم كل ميعاد وجبة تقول تزن، ما بعرفش ياكل لو انت راحة فين، انت راحة تاكلي؟ لا ازاي راح تاكلي، تعالي عشان في زنة هنا فتقعد تزن. وزن بعياط بعياط بعياط، وبضطر اشيلها وبضطر اكل اي حاجة، يعني لو لحقت لي معلقة رز الحمد لله اتعشت على كده زي الفل. ده في ميعاد الوجبات برضه حاجة منتهى الاستفزاز طبعا، ده غير الغسيل اللي انت بتبقي غسلاه ومطلعاه من الغسالة فمن كتر ما انت حطاه في الطبق مش قادرة تقومي تنشريه علشان ما تسيبيهاش او ما تسيبيش البيبي بتاعك يعني بيكمكم طبعا، فبتعيدي دورة الغسيل تاني وما بتيجي تنشر بعد كده بتفضل ريحة الكمكمة فيه، بتضطري تعملي ايه؟ بتضطري تنقعي غسيلك. ثواني يا سيدي يا حبيبه قلبي، ما كانش حد يقدر يشيلها كده رايح زي النحله عشان اعمل اي حاجه، لو اصور كام دقيقه دول اللي انا طالعه فيهم او ان انا اعمل اي حاجه يعني لا مش مسموح طبعا الكلام ده. بعد اما اتفطم وابدا امشي على رجلي بيعملي اللي انت عايزاه، ده هي بتقول لي الكلام ده. احنا في مأساة، الامهات دي في مقاسي. النوم بقى، تعالي بقى وانت نايمه بقى طبعا ما صحيتيش على صوت الفرق 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 اللي جنبك طبعا بتقلقك، بتبقي انت اصلا نايمه قلقانه لا تقع من على السرير، لانها حصلت معايا مره قبل كده ومن ساعتها بقيت زنقه بالكورنر جنب الحيطه وبنام جنبها، هي فرق فرق فرق. فطبعا بصحى من النوم بصحى من النوم تبص عليها مصحيك من احلى نوم عشان تضحك في وشك، يعني احلى ضحكه يا سيليا والله، وانا انبسطت بالضحكه دي الحقيقه ومبسوطه ان انت مبسوطه وضحكتك بتفرحني وكل حاجه، بس انا من حق انام
انا مع ابسط حقوقي، النوم، الاكل، الحاجات اللي البسيطه اللي اي حد ممكن يتمتع بيها يعني. سيبيها ليلى، طب ما اي حد يخش نامي لك ساعتين مع مامتك او اي حاجه، بتيجي مقطعه شعر ماما كله. بص بقى، يعني هي عدوه الانسان، تمسكه من ودنه كده تقفش في ودنه كده، تبقى عايزه تاكله، ما مناخير، بقبه صابعها صغيره في مناخيرك، في عينك، في اي حته، مفيش اي مشكله. طبعا بتبهدل ماما، عبال ما بنام الساعه دي بتروح ماما جايه، خدي قومي اكليها عشان عايزه تاكل. عايزه تبقى عايزه ترميها لي طبعا، عشان هي ايه بهدلتها ومرمطتها. وطبعا ما بتبقاش قادره تقف على رجلها، شايلها وراحه جايه. اول ما تقعد ما تبقوش عارفين هي بتعرف منين ان احنا قعدنا، اللي هو في ميعاد القعدان لازم تصوت وتصرخ، لازم تقوم نقف بيها. هتقول انت عشان ما عودتهاش الا نوم، والله بتنام يا جماعه وكل حاجه والدنيا جميله معاها. والله يا جماعه الاثنين، هي بتنام وبتاكل وبتلعب وبتعمل كل حاجه، احنا لا، اللي مش مسموح. يكون عندك مناسبه طبعا، قبل المناسبه دي المفروض لو انت كائن طبيعي قبلها بساعة ولا بساعتين بتجهزي، لا قبلها بخمس ست ساعات مثلا. لو عندك مناسبة الساعة 6، من الساعة 12 تبدأي تجهزي، لأن بعد ما هتحمي وهتلبسي وهتبرفاني وتجهزي الشنطة وكل حاجة، وانتي على باب الشقة نازلة هترجع عليكي. أول ما رجعتش هتوش طلوع العش كده اللي بيسيل ده، عارفين ريحته وحشة ده، هتضطري تعملي ايه؟ هتقولي هنغير هدومها بقى وخلاص يا لولا. الجلد يا ماما، الجلد بيبقى شامم من الريحة، بتبقى ريحتها وحشة، تضطري تحمي تاني للحقيقة. غير ان هي هتستناكي للمره التانية وانتي على الباب بره، هتروح قشطه على هدومك انتي بقى، هدومك انتي الشخصيه بقى، تخشي تغيري. فالمهم هي خمس ست ساعات وقت كافي جدا ان انتي تقدري تروحي المشوار، وان شاء الله اول ما تروحي هناك هي تبقى عامله حاجه من الاثنين، يا اما نايمه ومضطره تقفي بيها تهزيها، يا تسيبيها على حاجه. وطبعا انتي هتكوني في مناسبه او جو فرح او حاجه، مش هينفع ان انتي تسيبيها في حته تنام لوحدها، فتضطري ان انتي تبقي شايلاها. واما تصحى من النوم تبدا تعيد الموضوع تاني وترجع ليكي، فاعملي حسابك في غيار او اثنين او ثلاثه ليكي مش ليها. الكلام ده كله طبعا احنا مصورينه صوت وصوره بالمعاناه، هوريها لكم. لو انتوا عندكم اي معاناه تانية غير اللي انا بقولها دي، اكتبوا لي في الكومنتات وانا اوعدكم ان انا هصورها. لو سليا نامت نص ساعه او حاجه، السخونيه، الاسهال، الترجيع،